الحمد لله، يعني الولاد كانوا مركزين تعليمات الكابتن سعد حنفي، وده قلل مجهودهم ومجهودنا وتعبنا الفتره اللي فاتت دي. كان مرينا بظروف تعادلين وخساره، فكان الموضوع صعب بالنسبه لنا، فوصلنا لهم طبعا من خلال ان احنا من اول الجيم لازم نضغط ولازم نكسب سكور علشان يفوقنا الماتش الجاي، ومش الماتش الجاي، المرحله اللي جايه. احنا الولاد معانا والحمد لله رب العالمين تعبانين معاهم، وناويين ان شاء الله نحقق البطوله السنه دي، فمش هيجي غير بمجهود. حتى لو البدايه كانت وحشه، الحمد لله الناس كلها مركزة، متوفر لنا كل حاجة من أول الكابتن إسماعيل لكل الناس، كل الجهاز الفني من أول الكابتن إسماعيل وكابتن سيد وكابتن عصام كابتن تامر وكابتن حسين. يعني ما شاء الله معانا ناس كوكبة نجوم بنتعلم منهم ونستفيد، فكلنا حريصين علينا نظهر مجهودنا بشكل عام، إن احنا نطلع ناشئ محترم يمثل الفريق الأول، وإن احنا نكون طبعا البطولة دي حاجة لنادي الزمالك ولينا وللعيبة. والله احنا كان عندنا يعني 8 إصابات ما بين ركب انكل حاجات كلها كلمات، والحمد لله كله رجع. ما عندناش الا 2 لعيبه للاسف الشديد، ومن اهم الاثنين لعيبه في مصر، مورجان الهاف بتاع الفرقه، وعندنا ايمن امير عبد العزيز فيرود، يعتبر من احسن الفراوده في مصر. هما الاثنين طبعا اصابات، بس انا طبعا بشكرهم على وجودهم النهارده مع الفرقه، وجودهم النهارده مع الفرقه برغم الاصابات جم النهارده وساندوا فرقتهم، ودي الروح الحلوه اللي في نادي الزمالك، دي الروح الحلوه اللي في نادي الزمالك، اللي بره زي اللي جوه. وبشكر اللعيبه النهارده، عملنا ماتش كويس جدا والحمد لله، الحمد لله كسبنا 4-0. يا كابتن برضو اسماء الحراس عندك، عشان برضو ان شاء الله الفتره القادمه، انت عارف ان نادي الزمالك دايما ميلاد حراس مرمى كبار، ولنا برضو حارسين عندك مميزين، اذكر اسمهم برضو عشان نعرف. معايا احمد جمال حارس مميز جدا، ورياض، الاثنين على اعلى مستوى، وان شاء الله يكونوا حاجه كبيره في نادي الزمالك. زياد، ببارك لك على الهدف، ببارك لك على اداء النهارده وعلى الثلاث نقط. الله يبارك في حضرتك، والحمد لله اللي احنا كسبنا النهارده، كان فوز مهم. انتوا كلاعيبه بقى بتقعدوا مع بعض ازاي قبل الماتشات المهمه؟ تتكلموا في ايه؟ بتتجمعوا ازاي؟ بتقولوا ايه قبل الماتش؟ انتوا كلاعيبه بنحفز نفسنا، بنحمس نفسنا، وكابتن سيد بيتكلم معانا قبل الماتش، لازم نكون قد المسؤوليه ونعمل التعليمات اللي قال لنا عليها، وان شاء الله من عند ربنا بقى التوفيق. صعود لعيبه من قطاع الناشئين في الفريق الاول دايما بيديكوا ثقه ان انتوا دايما تبذلوا اقصى جهد عشان تصعدوا برضو انتوا كمان؟ طبعا بشكل كبير جدا. كابتن هاني، برحب بيك، ببارك لك النهارده على الهدفين وعلى طبعا المجهود الرائع اللي بذلتوه والفوز بالثلاث نقط النهارده. الحمد لله، والله دي خطوه مهمه، واللعيبه كلها عملت عليها النهارده، مفيش حد قصر، ولاعيبه رجاله، وان شاء الله اللي جاي كله خير لينا ان شاء الله. قول لي بقى كابتن، بيتعامل معاكم ازاي بقى نفسيا كده ان شاء الله بعد كل المباريات اللي تعادلتوها الفتره اللي فاتت؟ الكابتن كان بيتعامل نفسيا باحسن طريقه، يعني كان ما بيشكلش علينا ضغط نفسي خالص، قال لنا عادي النتائج اعمل اللي عليك وسيب النتيجه على ربنا، المهم تجتهد في الملعب وتطلع كل اللي عندك، والحمد لله اللعيبه النهارده مفيش حد قصر كلها، وطلعنا كل اللي عندنا الحمد لله وفزنا 4-0. اخيرا توعدوا جمهور الزمالك بايه؟ ان شاء الله اللي جاي كله خير للزمالك، وقطاع مليان لعيبه ان شاء الله هتفيد نادي الزمالك الفتره الجايه كتير.